خديجة طيب دبة، متوجة بالمرتبة الثالثة في فئة الشعر. سعيدة جدا بهذا التتويج الوطني الذي يطمح إليه كل الشباب الجزائري المبدع. كل الشكر لوزارة الثقافة والفنون على هذا التكريم وعلى كل الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالثقافة وبالشباب الجزائري المبدع. بن دار سيف الدين، خريج المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري، تخصص إخراج مسرحي. حقيقة أنا جد سعيد بهذه الجائزة التي هي بمثابة الجائزة الأبوية من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وهي دعم لنا كشباب حتى نصل أو نجعلها دعما لنا لأن نستثمر في ذاتنا الفنية، وكذلك نستثمر في مهاراتنا الفنية لنصعد بالثقافة الجزائرية، ولما لا نجعلها ثقافة دولية ونكون سفراء الجزائر في الثقافة في البلدان الأخرى. تحصلت على جائزة الإخراج المسرحي عن مسرحية المحتشد. هذه المسرحية التي تحكي على معاناة الشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية من خلال السياسة التي انتهجتها فرنسا، من خلال سياسة المحتشدات، لأنه هذه سياسة المحتشدات هي سياسة قامت على قمع الشعب حتى لا يستطيع مد الثورة بالطاقة والروح، وجعله يعني كالسجن، في أطفال ماتوا، في شيوخ، في عائلات ماتوا، في ناس لحد الآن ما قدروش، ومنها خرجت حكاية ليسي باسي والريفي طايمة وما إلى ذلك.